أنا كندا الحسن، عمري 21، خريجة معهد رسم فنون تشكيلية. السنة الماضية تعرفت على مركز درب وحسيت لقيت حالي فيه، صرت أجي عليه دائما. تعرفت فيه على أصدقاء كمان فنانين، صرنا نجي نجتمع نقعد نرسم. قدمنا كتير شغلات مركز درب بحيث إنه نحن لقينا حالنا هون بجو الرسم. تعلمنا تكنيكات جديدة ومن ضمنها خبرات جربناها مثل الرسم على الجدار، الرسم على وجوه الأطفال وشغلات كتير. الفعل مركز درب هو المساحة الصديقة للشباب، وأنا كتير بلاقي حالي فيه وبنبسط وبرتاح بهالمكان. اسمي أمير نوفل، دارس بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية، وأنا شخص بحب كتير اللغات، وعلى رأس هاللغات هي الإنجليزية. وشاركت مع مركز درب بدورة البزنس إنجليش. قررت أعمل عمل تطوعي وتواصلت مع فريق درب، وقلت لهم إذا ممكن إنه نعمل لهم دورة، لأنه بالنهاية مركز درب هو مساحة صديقة للشباب، وهدفه الأساسي إنه تأمين مستقبل مهني ناجح لهالشباب، ويكون خطوة ناجحة باتجاه المستقبل.